هي شوفي معنا يعني عندي العمل الخاص تاعي تسمى هذه حاجه اللي راني زيدتها لحاجه اللي نحبها لكن الحاجه اللي تخليك شغل تشجعك كي تشوف هذيك الفرحه كي تشوف هذاك المحتاج يقعد يستناك كي تشوف بلي كاين ناس دعوه انا عندي كي تلحقني هذيك الدعوه ننسى كاع هذاك التعب وبالمناسبه كي قلت في مطعم الرحمه تلقى مام دي بتيجان بتيجان هذه الخطره في مطعم الرحمه سورتو فوج الكشافه اللي خدمت مع غيسامو أطفال يعني 11 سنة 10 سنين دي جرم يزرعوا فيهم هذيك البدرة تاع الخير وهذيك التضحية وحاجة واحدة أخرى نضيفها في مجال التطوع الحاجة إذا ما كنتش إذا ما دخلتش لهذا المجال وضحيت فيه يعني ماشي غير بالمال باسكو يقدر واحد يجي يعطيك دراهم وتقدر تخدم ماشي كيما نتايا بعرقك بوقتك بحياتك بجزء من حياتك راك تضحي به سي هذاك هو الحلاوة ديالها انا بو مو هذا هو هذه الحاجة اللي تخليك تحس بلي راك درت حاجة درت بصمة وميم طون راك حسيت بهذوك الناس باش ما يقولكش زعما عطاني دراهم وخلاص نو لازم تكون معه لازم يشوف هذيك التعب لي كيفاش راك تساكري في علاجه وكل حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى.